مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله في حلقة جديدة من مساء الخير، وموضوع أتمنى يكون مفيد وممتع بالنسبة لكم. فقراتنا اليوم مشاهدينا كلها مرتبطة بالرجل، والبداية مع الكهرمان. مشاهدينا، يعد الكهرمان حجر عضوي معروف بخصائصه الطبيعية والمناعية، ويعد من الأحجار المميزة بعدد من الخصائص الفريدة اللي تجعله محبوبا من قبل الناس ومستخدما في العديد من المجالات. نشوف معاكم بعض أسرار هذا الحجر وراجعين. أخواني المشاهدين حياكم الله، اليوم راح نتعرف احنا وياكم على الكهرم وانواع الكهرم وكل ما يخص الكهرم. حياكم الله معنا. ولنتعرف وياكم على اسرار الكهرم مع اخونا حمد الرئيس. يا مرحبا اخوي حمد. يا اهلا مرحبا فيك. شلون صحتك؟ حياك الله وبياك اخوي حمد. كلنا نعرف الكهرم من برا، نسمع فيه، لكن احنا ما نعرفه. هل الكهرم له انواع عديده ولا؟ والله هي الكهرم الله يسلمك افراز صمغي عمره ملايين السنوات بشتى الوانه واشكاله، وهي يعني ماده عضويه متحجره، يعني صمغيه متحجره عمرها ملايين السنوات ولها اشكال والوان معينه. لها اسامي؟ والله يسمونهم خامات، يسمون هذه الخامه كالينغراديه، خامه بولنديه، على الموقع اللي يعني ينقبون عنها. وشنو تسميات عامة؟ شنو الفرق بين الحجر الكبير والحجر الصغير؟ والله أنواع الكهرم يعني وتسعيراتها يعني تختلف بين شخص وآخر، ولكن القياسات هي أيضا يعني من العوامل اللي يعني يتسعر عليها الكهرم، لأن كل ما هي الحجرة تكون أكبر كل ما تكون أندر وأصعب وأقيم، فهي من العناصر اللي يعني يكون عليها التقييم. يعني كسعر كتقول لي صحيح؟ نعم، كسعر وكصعوبة، يعني كل ما صار شيء أصعب وأندر زاد سعره. أخي حمد، إحنا نعرف إن الكهرم إحنا نشوفه بس سبحة على طول، إحنا نبي نعرف من بدايته إلين صار سبحة شلون؟ نعم، طبعاً هو في البداية يستخرج الكهرم وينقب على شكل أحجار، يعني هاي واحدة من الأشكال، أحجار صغيرة كانت أو كبيرة، بعدين يعني تم تشريحها وتقطيعها إلى خرز، هذه يعني واحدة من ويقصون معها أيضا الشواهد من الأحجار نفسها، وصير فيها التجميع على نفس اللون وعلى نفس الخام لما تطلع المسابيح على هذه الأشكال وألوانها يعني المتعددة. طبعا في الألوان اللي تكون جديدة مثل هذه، وفي الألوان اللي راح تكون أقدم اللي هي مثل هذه اللي صارت يعني برتقالية، يعني فيها عامل العمر، فهاي يعني عامة طريقة كيف أن تصنع السبح. أخوي حمد، هل الكرهم هواية موجودة في البحرين من زمان أو منتشر في البحرين كلها ولا لا؟ طبعا هذه هواية قديمة الله يسلمك وأصيلة، ففي ناس تمارس هذه الهواية محبة في الكهرم وفي السبح، وفي ناس يعني تحب تستخدمها استخدام شخصي، في ناس تجارة، فيعني يعتمد على كل شخص وشنو رغبته في هذا الشيء. مثل الذهب، في ناس تكشخ فيه وتتزين، وفي ناس تكنز منه أو تستثمر فيه، وفي ناس تتزين فيه، نساء تتزين فيه، رجال يدخرون يعني بشرائه، فيعني يعتمد هو كيف أنت يعني مقتنع في الأمر وشنو أن أنت حابب في هذا المجال. ودك تقدم نصيحة للهاوي اللي وده يشتغل في هذا الأمر؟ نعم، إذا كان هاوي حاب يدش هذه الهواية، مشورتي له أنه يسأل أهل يعني العمل هذا، لا تسأل واحد ولا تسأل اثنين، اسأل يعني أكثر من شخص، وبعد سؤالك له تحدى اللي هو يعلمك فيه، يعني رد تأكد، يعني إذا قالك ألف باتا تبين من ألف باتا، قل ليش مش با ألف، ليش ألف با، بالعكس هذا الأسلوب يعني يخلي يعني الإنسان يتبين ويتحقق من الكلام. شيء ثاني وشيء مهم، اسأل يعني أهل الشغلة. شيء ثالث والمهم، إذا أنت حاب يعني تشتري مسبح عشان أنت تستانس وتتجمل، نصيحتي لك اشتري اللي يناسبك،
بس يعني اللي انت تفرح فيه. اما اذا انت جاي تتخصص لا، لا تروح هذا الطريق، لازم تسال اهل يعني الاختصاص. الله يجزاك خير يرحم والديك. حبيبي سلم. مشاهدينا، في عالم الأزياء والابتكار يبرز عندنا اسم مشروع حامل رفاع كعلامة بحرينية جديدة تعيد تعريف مفهوم الفخامة بأسلوب مبتكر ومميز بدافع الشغف بالأزياء والماركات العالمية الراقية. أطلق حمد مشروعه ليقدم تصميمات استثنائية من الجاكيتات والملابس المصنوعة من أفخم الخامات مثل الصوف الكشميري والفرو، وطبعا كلها مستوحاة من أقمشة ماركات عالمية. وما يميز مشروع حمد رفاع هو أنه جمع بين الجودة العالية والسعر المناسب. وللحديث أكثر يسعدنا أن ينضم معنا اليوم حمد إبراهيم الدوسري، صاحب مشروع حمد رفاع. يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله يا أخوي حمد. الحين بندش في تفاصيل، أكيد أول سؤال يعني ليش هذا المشروع تحديدا وليش حمد رفاع؟ طبعا أمسي بالخير على الجميع. حبي للأزياء والموضة خلاني أفتح هاي المشروع. جميل. حلو. وسبب تسميتي لهذا المشروع بحمد رفاع، حمد رفاع نحن حمد الدوسري. الرفاع أنا وين ترعرعت، وين ولدت، ولا يهم من باقي مناطق البحرين، بس بالنسبة لي الرفاع غير. مثل ما ذكرت سابقا الرفاع مملكة داخل مملكة البحرين، وحبي للرفاع خلاني أسمي هالمشروع حمد رفاع. الله، جميل جميل. يعني أنت تدمج مواصفات عالميه، خلينا نقول احنا على مستوى الخام، مع صح. لمساتك الخاصه. صحيح. احنا نبي شوي نفصل في لمساتك الخاصه، وكيف انت قدرت ان انت يعني تخلق هذه التوليفه، انت تدمج. يعني انا اتوقع لمساتك الخاصه هي مستوحاه من محليتك، من 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 خصوصيتك، من ثقافتك. صح. وعندنا مواصفات عالميه. صحيح. انت دمجت. احنا احنا الله يطول لي بعمرك، ندمج الموديلات اللي احنا نستلهمها ونستوحاها من الماركات العالمية الإيطالية العريقة بالقماشات اللي احنا نستخدمها مثل الصوف والفرو والكشمير. الله يطول لي بعمرك. وعمرك. إينا. الله يسلمك. لو بسألك أنا زين، شنو اللي يميز اليوم مشروع حمد رفاع؟ اللي يميز مشروع حمد رفاع أن يقدر الزبون يلبس من حمد رفاع بأقل التكاليف مقارنة بالأسعار اللي مطروحة حاليا في السوق من قبل الماركات العالمية. نعم. اي نعم. لو بنتكلم، انت تتكلم اليوم عن جوده. إيه نعم. جوده عالميه. إيه سواء نعم. كنا نتكلم عن صوف، نتكلم عن فرو، اكيد في تحديات، في يعني بروسس طويل، في امور، في عوائق تمرت بها. صحيح صحيح. للحصول على يعني هذا المستوى المتقدم من الجوده. صحيح. وما زلنا احنا نواجه التحديات. نعم. هذه من قبل الموردين، ان مثل ما انت عارف، مثل ما ذكرنا احنا سابقا ان الخامات اللي هي ايطاليه، فما زلنا لحد الان احنا نواجه التحديات هذه. نعم. من الموردين. نعم. فاحنا نكافح ان احنا نوصل قطعه للزبون بارخص التكاليف. قدها والله. يتكلمون عن الاسعار طبعا، يمدحونها وايد. اي نعم. وايضا لو بنتكلم على الجاكيتات. صحيح. في عندك ميزه ان يعني انت قدرت توفق بين الجانب او البعد، خلينا نقول احنا الجمالي والعملي، انه هو يكون جميل وعملي. صحيح. انت شلون قدرت توازن الان؟ احنا يعني حاولنا قدر المستطاع. أيوة. ان نسوي هاي الموازنه نسوي ونواكب هاي الموازنه بالمطروح حاليا في السوق. نعم. عرفت. فكثر ما نحاول ان احنا نخلي القطعه كلاسيك. وان هي تكون عمليه. نعم. وفي نفس الوقت جماليه بعد. نعم. اي نعم. وكاجوال حق الثوب ممكن. صحيح. احنا نركز اكثر شيء نخلي القطع كلها تكون حق الثوب. حق الثوب اكثر شيء. يعني احنا والله انا اشوفها حتى كاجوال ممكن تصير. اي مثل ما تشوف، بس احنا نحاول اكثر شيء نخليها حق الثوب. يعني نحاول نخلي الثوب قطعة تكون جمالية. جميل. وايد حلو. إنه يكون جاكيتنا إكسسوار للثوب. ممتاز. إيه هاي اللي حنفكر فيه. كل شيء ولا الثوب. إلا الثوب. إلا الثوب. إيه والله صدق. يعني ما شاء الله عندك أفكار نوعية. إيه نعم. لك نية أنت تتوسع. إيه نعم. لنا إن شاء الله نية نتوسع. أول شيء نبي نتوسع في البحرين. إيه. الهدف الأول إن شاء الله نفتح محل في البحرين. ممتاز. وإن شاء الله من الرفاع ننطلق للعالمية. نعم. إن شاء الله. نعم. أنا أعتقد أن عنصر الابتكار يلعب دور مهم وحيوي في نجاح أي مشروع أو عدمه. يعني صحيح. أنت مبتكر ما شاء الله عليك. صحيح. يعني عندك مسألة الخلق خلينا نقول إحنا. فكلمنا يعني عن أثر الابتكار في هذا المشروع الناجح، يعني إلى أي مدى كان سبب في نجاح هذا المشروع؟ خلينا نكون واقعيين في البداية. نعم. السوق كله عند يعني كل السوق يقدم نفس القطع اللي إحنا نقدمها. نعم. لو مو بالابتكار كان إحنا ما تميزنا.
نعم. حلو؟ حلو. فالابتكار يلعب دور أساسي في مشروعي أنا كحمد رفاع. نعم. إي. نعم. جميل. جميل. ولأن السوق في تشبع خلينا نقول. طبعًا طبعًا السوق فيه تشبع وفي كثيرين اللي يبيعون نفس. إي. فإحنا دائمًا ننصح ما عليه أنت من حقك إن أنت تتبنى ذي المشروع. أوكي. واحد بس ابدع في الماركتينج على الأقل. بس تقول له أنا والله عندي شيء خاص فيني. صح صح أنا عندي شيء خاص فيني غير الشيء الخاص غير. أنا صراحة يعني كمشروع إحنا حمد رفاع نتعب في الماركتينج. اي وهذا مهم جدا مهم عنصر الماركتينج مهم جدا في اي مشروع في ناس يهملونه في شباب كثير يهملون هاي او يروح حق الاساليب التقليديه في الماركتينج في التسويق حمد تفكر في العالميه اي نعم طبعا اي مشروع بحريني يحصل دعم بيفكر في العالميه على طول مشروع حمد رفاع ان شاء الله بيكون في العالميه ان شاء الله ان شاء الله بيشرف وجه البحرين انطلاقا من رفاع انطلاقا من رفاع باذن الله بيكون مشروع حمد الى العالميه يعني هذه حق ان انت تعتز بالمنطقه أكيد. يعني مولات وعشت فيها وترعرعت فيها 100% ولا من باقي مناطق ولا البحرين ولا من باقي المناطق اكيد يعني هي كلها بحرين يعني واحنا نعتز بكل ذره تراب صحيح صحيح اكيد في وطننا الغالي احنا مشاهدينا نشكر باسمكم حمد إبراهيم الدوسري صاحب مشروع حمد رفاع كل الشكر لك وكل التوفيق الله يبيض ريحك موفق الله يسلمك أجمعين إن شاء الله مشاهدينا دشينا فصل الشتاء لذلك احنا بنعرض لكم تقرير عن الثوب الشتوي الصوف وأنواعه وبدائل الصوف وأحدث أحدث خدمة تم توفيرها لعملية تفصيل الثوب بشكل عام مو بس الشتوي حتى الصيفي نتابع التقرير حياكم الله اخواني المشاهدين في محل لتفصيل الثياب الرجالية تشاهدون معنا ان شاء الله انواع الاغمشة وانواع التطريز حياكم الله يسلمك بسم الله الرحمن الرحيم بداية وإحنا الله يسلمك محلنا دائما نركز على تفاصيل الخياط وأنه يكون الخياط بدون أي تعقيدات أو أي زم أنه لين الشخص اللي لبس ثوب يعني في عندنا مارك معين ليبين ثوب من هيب يعني يقول له ثوبك من وين يعني دائما يكون ثوبنا مميز بدقة التفصيل بعدم وجود أي تفاصيل طالع أدق التفاصيل من حيث الكلر من حيث اليد من حيث الطول من حيث الارتفاع طبعا هاي بعد يختلف من شخص لآخر على حسب الموديل اللي هو يطلبه يعتمد يعتمد على احنا نجيب كذا نوع من القماش ويعتمد ذي على رغبة الزبون بس في خبرة يعني قبلنا في هالقماش في ذي الموديل ما بيكون مثل ذي القماش في ذي الموديل فيختلف يعني خلق الخفيف إذا لبس الشخص في ذي الموديل خلق خفيف في الخلق الثقيل بيختلف عند اللبس بيكون شوي غير مريح في ذي الموديل فنخيره في ناس تقول لك توكل على الله وفي ناس يقول لك ياخذ بنصيحتني يعني. اليوم خصوصا عندنا في البحرين يحبون جدا اللي أكثر لون يمشي عندنا اللون هاي كلون أكلمك الكحلي اللي هو اللي يسمونه نيفي بلو ويبتلي أنواع من أفضل أنواع الكشميري اللي هو صوف وأنواع الصوف كثيرة خفيف وثقيل فالخفيف على حسب جونا يمشي أكثر من الثقيل ما في موديل ما نسوي بس في موديل يكون شوي صعب ويأخذ وقت على حسب اللي هو يبيه ويكون موديل ما يكون بسيط أو في شوي ألوان متعددة والأزرة تكون مختلفة عن الأزرار المتعارف عليه في هل يعني اللي تشوفه ثوب مميز يعني المميز يكون فيه حتى الكلر يكون لونين مثلا اليد تكون لونين الأزرة تكون مختلفة حجمها مختلف وألوان مختلفة في بس ما نرفض مرد أي زبون يجينا في أي طلب له الشد ثوب الشد اللي هو معروفين في البحرين قديما من أزل وعندنا التطريز نعم وأنصح بعض في ناس يجيني معاريس يداد يقول لي أنا بثوب أول مرة ألبس ثوب أو أول مرة أبى أسوي ثوب حق قرش شنو أسوي
قلت له انت اذا كان حق ارسكسا وثوب مميز، يعني الثوب المميز ما يلبس يوميا، يلبس حق مناسبه فقط، ويكون عندك ذكرى حلوه في الصور، ويكون عندك ثوب مميز اللي هو يا شد يا يكون تطريز، ويعتمد انواع كثيره. يعني في طلبات كثيره، بس من الاغرب الطلبات عندي يعني زبون وايد مميز، حتى يعني الخياطين يطولون في ثوبه ويكون الكلر عبارة عن لونين، والأزرة تكون مختلفة حتى يعني ما يركبون من فوق، وعندك التطريزة مختلف يعني، والموديل اللي يجيبه مو من مكانه وموقع، يجيبه من مخه ويرسمه لنا رسمة يعني ما حد سواه من قبل ولا حب يسوي عقب، فيكون صعب. أتمنيت يكون عندي سامبل من ثيابه عشان أسرويك، بس خذه. أكبر دولة مستوردة من حيث اللون وتعدد الألوان، تعدد الأنواع، تعدد يعني نوع الخام اللي هو كنسبة قطنة ونسبة نايلون ونسبة هاي، دولة الكويت. ما في دولة تجيب نفس تعدد دولة الكويت، معروفين هما في ألوانهم وتميزهم في الألوان ونوع الخام، يعني هما نقول السباقين في ذي النوع من القماش. طبعا الناس تغيرت وحابة، في ناس يقول لك انا ابي ثوب وانا قاعد مكاني، مو نفس اول. اليوم عندنا مثل ما تعرف طلبات، اليوم ما حيروح مطعم ويطلب، فيقول لك انا ليش ما ميز روحي حالي من حال الناس، ان انا ايك للبيت اخذ القياسك واسوي لك ثوبك واجيب لك للبيت من والى. ونفس الشيء ناخذ في عندنا اليوم يمكن في البحرينيات المشين اللي هو بالكمبيوتر، انت تدخل في ابلكيشن الحين موقع، تدخل في قياساتك وتطرشها، المشين هي ماكينه تقص لك ثوبك وتخيطه وتجيب لك بارز. ما جربناها بس موجوده، واتوقع ويا الفتره الكل بيروح حق الاسرع والافضل. توها شيء جديد وان شاء الله نشوفها شلون شغلها ونحاول نجيبها ان شاء الله. خلينا نكون يعني شوي لو بندش في هالتفاصيل السؤال، نقول ان الالوان الغريبه في البحرين اقل من الالوان الغريبه عندنا في بعض الدول مثل الكويت. الكويت يكونون متميزين جدا في اللون، في نوع الخام، يلبس يشتري يعني يكون جريء في اختيار اللون. البحريني نوعا ما ألوانه محصورة بين يعني 10 ألوان، ما يكون الألوان كثيرة بالنسبة حق شخص بحريني. الشخص البحريني دقته في التفصيل وال يعني يسمونه الفينيشينج ثوب، شو يقولون الفينيشينج ما أعرف الله زين، أهم من اللون، أو اللون يعني يكون مهم يكون ستاندر، بس التفصيل وايد يهم البحريني، ويكون الثوب وايد مرتب. مشاهدينا، تعد البدل الرجالية أحد أهم ما قد يزين الرجال في المناسبات بمختلف أنواعها، ولكل مناسبة بدل خاصة وألوان مختلفة. ويعد عالم البدل والأناقة عالم كبير جدا وواسع. للحديث عنه يسرنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ فهمي أكبري، صاحب أكبري للأزياء الرجالية. مساك الله بالخير. يا هلا، حياك الله، شكرا على قبول الدعوة. يعني حاضرين، شلون الإقبال على البدل عندنا في البحرين؟ بلا شك يعني البدل ما نقدر نستغني عنها. نعم. وثاني شيء هي لبس يعني. نعم. فاشن. فاشن صح. فاشن وفي كذا ستايل يعني طبعًا. في كذا نوع صح. اي نعم. كلمنا عنها أهم الأنواع، وشنه النوع المفضل اليوم في البحرين؟ طبعا ما نقدر نطلع عن الكلاسيك. الكلاسيك دائما هو حق البانكرز. أوكي. وإحنا عندنا بانكس وعندنا بنوك كثيرة. صحيح. فالشباب أكثر شيء يحبونه في البنوك هو البدلات.
البدلات. البدلات الكلاسيك. الكلاسيك. اي طبعا. بس البانكرز اللي يلبسونها ولا؟ لا طبعا. السياسيين شو يلبسون؟ شلون؟ السياسيين اهل السياسه طبعا شلبسون؟ السياسيين على حسب. كلاسيك بعد ولا؟ كلها كلاسيك. كلها كلاسيك. هو الكلاسيك اللي هو اللي طاغي عليهم. بس في اشكال ثانيه اللي هو الكاجوال مثل الحين اللي انا لابسه كاجوال. كاجوال. أي. هذا حق كل المناسبات اي وقت سريع تقدر تركب الوان مع بعض بدون ما تشيك وتضيع وقت يعني. اي خلاص انت حين قلت هذا الكاجوال فانا بعد ذي يخلق عندي سؤال يعني هل في هناك بدل مناسبه لاعمار معينه مثلا؟ لا لا نعم. هي على حسب الشغل على حسب الطلعه على حسب يعني انت شنو تبي شنو تبي تلبس مثلا في البنوك لا البنوك دائما يلبسون كلاسيك كامل من فوق لتحت مع الزره الكبكات التايات التايبين يعني دائما مرتبين لان دائما شغلهم يحتم عليهم صحيح صحيح تكلمنا عن الكاجوال وعن الرسمي بالنسبة حق الماتيريال أو الخام يختلف من يعني يختلف في الكاجوال عنا في الرسمي هو طبعا الكاجوال يكون شوية مثلا بكر أي. الألوان اللي هي مشبوكة مع بعض على أساس أن يكون البنطلون عادي أي. يا جينز يا مثلا لون عادي او أوكي. تيشيرت تلبسه وتلبس هاي فوقه فاللون ما يكون لون واحد يكون في الوان مبكر مقلم شيء من هالنوع نعم وهذه الكوت على طول معلقة تحصله في المكاتب أي. من يا احد ولا شيء قطه فوق اللي لابسه ويمشي صدقت. فيه حتى لو القميص مو داخل مو بس الكوت يرتب الثياب صحيح صحيح الحين طبعا احنا يعني دشينا الحين فصل الشتاء في خلق معين مناسب للشتاء وفي خلق معين للصيف انا كان عندي اعتقاد انه هو الخلق واحد صيف وشتاء لا في الشتاء طبعا في يعتمد وين البلد اللي بتروحها نعم. إذا بتلبسها حق البحرين ما يحتاج الشتوي الثقيل أي. خفيف يكون يسمونه صوف صيفي أي. حتى تقدر تلبسها في الصيف والصوف طبعا ناتشرال يعني مادة طبيعية فوايد زينة حق الصيف وحق الشتاء دائما هو الصوف بيور ما يمكس بلا في ميكس طبعا في ميكس إيه هو إذا صير ماكس تقدر تحط تشكيل يصير أقل السعر أقل السعر أي طبعاً أي. وبعدين تقدر تلعب في الألوان شيدز ما شيدز الثيكنس يعني نقاوة الصوف فيسمونه سوبر 130 سوبر 160 170 هذه كل ما يرتفع الرقم معناته أنه يصير جودة أكثر مؤشر على الجودة أي أي. يكون صوف خالص نعم او اي تفضل فتحصله حق الفورمال وايد حلو ومرتب وشتوي ويدفي وفي الصيف اللي هو بعد ما يكون حار تقدر تلبسه ما يضايقك واكثر الالوان تفضيلا عندنا هنا في البحرين او خلينا نقول احنا في البحرين وبالنسبه لك انت حتى خلينا نشوف يعني بعد احنا ذوق الالوان تفضيلا تفضيلا إيه؟ والله شو أقول لك هو طبعا الأسود أكيد ملك يعني. ملك الألوان ملك الأسود إيه؟ أكبر رمادي شاركول واقع والبني إيه؟ عندك الأزرق طبعا هذه من الألوان الضرورية كل ألوان الأزرق يعني مرغوبة في البحرين الأسود نفسه في عندنا من شاركول اللي هو إيه فاهم أسود اللون الفحمي جيت بلاك إيه؟ للشاركول عندك الوان وايد وايد درجات وايد. يعني درجات الاسود ومرغوبه حق الاشياء اللي هو الكلاسيك هذا لين الالوان الحلوه اللي تناسبها في الوان الحين طلعت مع جديد السنه وايد الوان حلوه اللي هي نفس هذه فيروزي تقريبا فيروزي كانه اي ولا تراوالي صح اي فيروزي
الوان الاسود طبعا يركب الاسود ويا كل الالوان. الاسود يركب ويا، فاقول لك هذه تقطع الحين انا قالوا لي بتي مقابله شيء قطيته بس على الثياب ماله وانا امشي فيه. لا حلو حلو وايد حلو. بالنسبه حق الاطفال، يعني الاطفال اتكلم انا عن الاطفال، هل خام في لهم خام خاص؟ هل في لهم شكل معين ستايل خاص؟ ولا ايضا هم ينطبق عليهم نفس الكلام اللي قلناه؟ إن تقصد انه يكون بدله؟ اي بدله. يعني مثلا انا عندي ولدي صغير مثلا ولا بنتي ولا بفصل لها حق العيد مثلا. زين. لا البنت بعد يلبسون، ترى يلبسون. انا ما أأيد. ليش؟ لان الياهل يبي حريه، الكوت يقيده. افضل اقول لهم سووا سديري وقميص وبنطلون. صح. هم السديري مسكوك وهم ماخذين راحتهم يقدرون يلعبون. صح. عموما كل التوفيق لك، الله يسلمك، ومشكور على تلبية الدعوة. مشاهدينا احنا اكيد باسمكم نشكر الاستاذ فهمي اكبري صاحب اكبري للازياء الرجالية. بالتوفيق، الله يسلمك. الله يخليك. شكرا. مشاهدينا، البعض قد لا يجد الوقت المناسب للذهاب للحلاق، فيميل لعمل ليزر لمثلا احنا نقول الدقن لكي يكسب الوقت والجهد. نشوف بعض النصائح الخاصة بليزر الرجال في التقرير الآتي. من أكثر الحالات اللي عم تجينا من أجل العلاج بالليزر هالأيام هي تحديد اللحية بالليزر تبع إزالة الشعر. عوضاً أنه نحن نروح على الصالون تبع الحلاقة مرة كل أسبوع، حالياً الشباب عم تتجه أنه تعمل ليزر لتحديد الذقن لحتى نقلل الذهاب جداً إلى الحلاق لحتى نتخلص من الشعر. من أهم الليزرز اللي نحن بنستخدمهم لإزالة الشعر هو الألكسندرايد ليزر والإندياك. بعض الأجهزة بتجي بس ألكسندرايد، بعض الأجهزة بتجي بس إندياك، وفي أجهزة تجمع بين الليزرين. أنا بستخدم الألكسندرايد للألوان الفاتحة، بينما بالمنطقة تبعنا فيها كثير سمر، فأكثر نتوجه لاستخدام الإندياك لحتى أنا أحمي البيشنتس تبعي من الحروق والسايد إفكتس. عادة نحتاج 6-8 جلسات من الليزر بفارق 4 أسابيع، يعني كل 4 أسابيع بعمل جلسة. أول سنة لازم أعملهم لهدول كلهم وراء بعض لحتى أخذ النتيجة الصح. أما السنة اللي بعدها ممكن صير أنا كل شهرين أعمل جلسة، السنة اللي بعدها بتصير كل 3-4 شهور بعمل جلسة. فما في شيء اسمه كلياً إزالة الشعر عن بالليزر، وإذا الواحد حب إنه هو يوقف الليزر بيرجع بعد 2 سنين الشعر بيطلع مثل ما هو. لكل الأشخاص اللي بيهتموا بأناقة المظهر تبعهم وبالترتيب وبالنظافة تبع الوجه، ولكل الأشخاص اللي حابين يكونوا دائماً مستعدين لأي مناسبة لأي اجتماع عمل، فالليزر تبع تحديد الدقن وإزالة الشعر هو الخيار الأمثل. مشاهدينا، العطور الرجالية ليست مجرد روائح، بل هي بصمة تعكس شخصية الرجل وأسلوبه. من النفحات العربية الأصيلة اللي تجمع بين العود والعنبر إلى طبعا العطور الفرنسية الراقية اللي تمزج الفخامة بالرقي، وصولا إلى العطور الشرقية الدافئة اللي تحمل عبق التقاليد. في هالفقرة مشاهدينا راح نسلط الضوء على عالم العطور الرجالية ونستكشف مع ضيفنا أسرار هالروايح اللي تضفي لمسة من الجاذبية والتميز على كل رجل. وللحديث أكثر يسعدنا أن نضم معنا اليوم السيد يوسف عبد الوهاب الحواج من مجموعة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده. أهلا، مرحبا فيك. يا أهلا وسهلا، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. يعني بداية أنا سؤال، هذه سؤال فضولي بامتياز، يعني اليوم الميول وين رايحة لو بنقارن بين العطر الشرقي والغربي أو الفرنسي تحديدا؟ الميول عندنا في البحرين وين رايحة؟
وبحسب الفئات العمرية. أكيد. شوف بتكلم كخليجيين وبحرينيين، احنا الميول للعطور الشرقية أكثر طبعا، لأن في أشياء واجد تلزمنا، تراثنا يلزمنا، أعيادنا تلزمنا. صحيح. فهذه الشيء، لا هذه الشيء عندنا احنا أساس، ولكن الميول إذا بتقول في ميول للشرق أو الغرب أو العطور الشرقية أو الغربية، ترى هو صاير خليط اليوم. يعني الأساس هو العطور الشرقية، وللتغيير هي العطور الغربية. وفي نفس الوقت الحين أغلب البراندز العالمية بدأوا يدمجون هالشيئين في بعض، على أساس أنه يعني يسهلون عليك أنت كمستهلك. وحسب الفئة العمرية طبعا، لو تلاحظ أغلب الصغار تشوفهم مثلا مو دائما يميلون إلى العطور الشرقية، لأنه يعني يبي أشياء سبورتية أكثر، يبي أشياء يقدر يستخدمها بشكل يومي أكثر. لكن مع العمر لما يكبر تشوفه يميل إلى الأشياء الشرقية أكثر من الفرنسية. نعم جميل. لو بتكلم احنا عن عناصر أساسية أنت تشوفها من وجهة نظرك أنها يجب أن تكون متوفرة في العطر الرجالي الجاذب الفخم، خلينا نقول احنا. انزين، جوابي قد يكون شوية بالنسبة لك غريب. أنا ما أتوقع أن العناصر هي الأساس. نعم. شخصية الإنسان هي الأساس، الشخصية هي اللي تعكس عطرك. يعني أنا مثلا كشخصيتي أنا اللي أعكس عطري، مو العطر اللي يعكس شخصيتي. يعني خلنا نوقف عندها شوي. سم. إيه، أنت قلت شيء غريب فعلا. نعم. هو نعم. أنا شوي مستغرب الحين. نعم. يعني هل العطر اللي أنا أستخدمه، يعني العطر اللي أستخدمه غلط أن أقول مثلا هذه العطر هو انعكاس لشخصيتي أنا؟ أنا وجهة نظري أنت اللي تعكس، يعني شخصيتك هي اللي تعكس العطر. العطر قد يكون هو يعني إضافة لشخصيتك، قد يكون إضافة لشخصيتك، ولكن ما يعني مو بالهوية الكاملة من الشخصية. يعني أعطيك مثال. نعم. شخص ألف شخص باء. نعم. واحد كاريزمته عالية واحد كاريزمته بسيطة. نعم. يستخدمون نفس العطر، الناس تنجذب حق من؟ صاحب الكاريزما. صاحب الكاريزما، وهو اللي تجي له الأسئلة. يعني العطر هنا ما كان له أثر، ما كان له دور، هو له أثر بالشخصية. أنا هذه وجهة نظري. أي. الأثر بالشخصية. يعني ممكن أقول لك قصة جدا سريعة. نعم. في واحد من صناع العطور فرنسي الله يذكره بالخير اسمه مستر غريفري، كبير في العمر جدا. نعم. في معرض كان للعطور، ما شاء الله ريحته كانت فواحة جدا، فسألته مستر غريفري ايش هالعطر اللي تستخدمه؟ ضحك وأشر لي على عطر نسائي بحت، نسائي جدا جدا نسائي. فانصدمت انه نسائي، فبعدين قال لي انه مو بالعطر اللي يحكمني، مو بالعطر اللي يعكس شخصيتي وهويتي، انا اللي اعكس العطر، فانت شميته علي ما توقعت انه نسائي، فعلمني هذا الشيء. يعني المفروض ان انت تكون يعني انت الاضافه للعطر، مو العطر هو يكون صحيح اضافه له. صحيح صحيح. طيب تفضيلات الرجال اليوم عندنا في البحرين والرايحه، واكيد الاذواق تختلف باختلاف الفصول. يعني طبعا. أي. طبعا. نعم. طبعا. كما نعلم كلنا احنا عندنا شبه فصلين يعني في الخليج، عندنا شتاء وصيف. نعم. طبعا الشتاء كلنا ندري ان نحط او نستخدم الاشياء الثقيله، بالاخص مثلا اللي فيها عود، اللي فيها عنبر، البخور وكذا. في الصيف تستخدم الاشياء الخفيفه مثل السترسي، الاشياء العشبيه. نعم. بس تكون خفيفه وتركيزها خفيف. في الشتاء تستخدم الاشياء اللي تركيزها اعلى. اذا عكست لا يعني ما راح يكون مناسب للجو يعني. نعم. طيب انت في الحواج اليوم شلون توازنون بين يعني خلينا نقول احنا خصوصيتنا، تراثنا اليوم او عبق التراث نقول احنا يعني، وبين التوجهات العالميه في تصميم العطور؟ طبعا اردوى دائما اقول تراثنا هو يعني اهم شيء واولى من اي شيء ثاني، طبعا هو الاصل. نعم. شلون نوازن؟ طبعا حط في بالك ان الناس تحب التغيير، ولكن دائما ترد ترجع للأصل.
كما قلت سابقا احنا عندنا اعياد وعندنا ايام معينه مثلا تحكمنا على اشياء معينه، تحكمنا على عطور معينه، مثلا عندك زواج، عندك الاعياد عيد الاضحى وعيد الفطر والامور هذه، دائما تستخدم الاشياء اللي تتناسب مع تراثنا وبالاخص زين الرسمي. اليوم الزي الرسمي ما يعني ما يحكمك على عود وعنبر وبخور وكذا، لا بالعكس، ولكن بالايام اليوميه بالايام العاديه او باستخدام يومي ممكن تستخدم العطر الفرنسي ويطلع جميل عليك. نعم. ولكن دائما بالبشت ولا مثلا في الامور الخاصه دائما الواحد يميل الى الامور يعني اللي الرسميه الرسميه وقريبه لتراثنا. فاحنا دائما نحاول نعم احنا دائما نحاول ما نقصر على من على الجهتين طبعا، نحاول نرضي كل الاذواق، لازم نرضي الاذواق نعم. كلها يعني نعم. اليوم بالنسبه حق التراكيب الفرنسيه، تراكيب العطور الفرنسيه نعم. المفضله عند الرجال في البحرين، ما هي ابرزها واكثرها قربا خلينا نقول احنا العطور الشرقيه؟ يعني انا بالنسبه لي احس ان الذوق او التفضيل رايح صوب العطور الخشبيه عندنا هنا في البحرين. صحيح. او العنبريه تحديدا. صحيح صحيح. اي طبعا اذا يعني على سؤالك ان اي عطر افضل، وايد صعب هذا السؤال، لان ما شاء الله البراندز كلهم قاعدين يطوفون بعض، كل ما له واحد يطلع لك شيء جديد. طبعا هم ايش سووا الحين بالاخص نتكلم عن العطور الفرنسيه، قاموا يدمجون الذوق الشرقي نعم على الذوق الغربي. علشان انه يعني هم فعلا ترى ينسجمون مع بعض بشكل جميل. ولاحظت انا عندنا احنا في دول الخليج بالاخص يعني عاده واحد يروح على شرقي او غربي، لا الحين صار الاندماج بشكل جميل جدا. مثل ما تفضلت الاشياء الخشبيه واجد خلط في 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 الامور هذه. نعم. والله كانت فقره ممتعه ومفيده في نفس الوقت. طبعا فقره عطره خلينا نقول احنا يعني تستمد عطرها من محتواها ومن حضورك. الله يسلمك وقصرت يعني. اكيد احنا مشاهدينا نشكر باسمكم السيد يوسف عبد الوهاب الحواج من مجموعه يوسف عبد الوهاب الحواج واولاده، كل الشكر لك. اشكرك. الف شكر. الف شكر. التوفيق دائما. الله يطول عمرك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بإمكانكم التواصل عبر الإيميل الظاهر لكم أسفل الشاشة. تصبحون على خير، في أمان الله.